يعطيكم العافية جميعا. راح نبلش إن شاء الله اليوم بالستاك داتا ستراكتشر. This is a new data structure راح نتعرف عليه. Which is the stack. كلمة stack أو stacking باللغة معناها تكديس things بغض النظر شو كان الستاك. إذا سمحتوا الجميع يرتدي الكمامة، كماماتكم خليها على نفسك منيح طول فترة المحاضرة، إحنا بمكان مغلق. ماشي ماسك. أوكي، حتى لما بتتحركوا بالممرات احيانا بتكون كراودد، يعني بي كيرفول. اوكي، فالستاكينج معناها التكديس، تكديس الاشياء. يعني انت ممكن تعمل ستاكينج لمجموعه بوكس عن طريق انك تحتفظ فيهم بكونتينر معين، مثلا بصندوق، بتبلش تحتفظ بهدول البوكس، تمسك الاول بتحطه بالكونتينر بداخل هذا الصندوق مثلا الكرتوني، بعدين بتجيب الثاني on top of the previous one، بتجيب الثالث on top of the previous one، وهكذا. بس تنهي تكديس الكتب اللي عندك بداخل هذه الكرتونة. You can access just الآخر كتاب انت ضفته اللي هو وين؟ on the top of your stack أو your container فقط. إذا عملية التكديس هي إضافة الثينجز، بغض النظر هو الثينج شو ما كان يكون، حتى لو كان information أو data احنا رح نعملها stacking، بتضيف each one on top of the previous one. Finally بس تنهي عملية الستاكينج، you can just access the item in the top of your stack أو your container. يعني فعليا لو أنا عندي مجموعة الكتب أنا فقط بقدر أعمل access أو أشوف الكتاب اللي موجود on top of my container. هلا هاي فكرة الستاك. هلا ممكن تعمل ستاكينج لمجموعة books، ستاكينج لمجموعة CDs، whatever شو ما كانت الـ يعني الأوبجكت اللي أنت شغال عليه. فلنفرض أنا في عندي هذا الكونتينر فيه مجموعة كتب، أنا بدي كتاب منهم مش اللي موجود on top. برأيك إيش الإجراء المناسب لحتى أوصل للكتاب اللي أنا بدي إياه وهو مش موجود on top of the box؟ إيش أعمل؟ شو بتعمل لو أنت بهال؟ كيف بدك تشيلهم؟ أيوة بدك تشيلهم واحد واحد، بتشيل الكتاب الأول هو مش اللي بدك إياه، الثاني مش اللي بدك إياه، الثالث مش اللي بدك إياه. Starting from the top one. لاحظ لو أنا بدي آخر كتاب في bottom of my stack اللي هو إيش actually؟ First in على الستاك، أول كتاب أنا ضفته على الستاك وين صار؟ إذا at the stack bottom. لو أنا بدي إياه I have to remove the items الموجودين on stack top one by one to access this one. لاحظ ال first in على الستاك كان last out from the stack، والعكس ال last in على الستاك لو أنا بدي إياه آخر كتاب إن على الستاك راح يكون first out من الستاك. هاي كمان طبيعة الستاك operations أو التعامل مع الستاك. Sometimes we don't say that this is a stack data structure. We say this is FIFO أو LIFO data structure. المعنى هاي abbreviation اختصار. Last in LIFO. Last in first out. Data structure. فإذا حكيت لك أنا بدي تعمل لي مثلا operation معينة باستخدام LIFO data structure، هي أنا قصدي last in first out which is إيش الستاك، أو first in last out كمان structure. اليوم إن شاء الله رح نتعرف على هذا الستركتشر، رح نبني، رح نكون ديفلوبرز لإله، رح نبني الكلاس اللي بتعطيني الستاك داتا ستركتشر. إحنا شغلنا على information، على data أنا بحتفظ فيها. نمط الاحتفاظ أو شكل أو طبيعة الاحتفاظ بهذه البيانات أو data stacking. هلا راح ادخل انفورميشن الاولى واحتفظ فيها، بعدين انفورميشن جديده راح تكون on the top of the previous one. ايش يعني on the top؟ نظرتي لها on the top of the previous one. هلا الداتا الثالثه راح تكون on top of the previous two data. في كثير بيانات طريقه التعامل معها بناسبها هذه الاليه، راح نشوفهم يعني بنهايه هذا الشابتر. راح ناخذ examples ايش في داتا بناسبها التعامل معها بهذه الطريقه. هلا خلال شغلنا راح نحتاج كونتينر نحتفظ فيه بالديتا. هذا الكونتينر ممكن يكون array، فراح ترجع تتعامل مع الarray list. ممكن يكون linked list، لكن بدك تنسى انها array وبدك تنسى انها linked list، بدك تتعامل معها بشروط او بقيود او بطبيعة الستاك، الا وهي first item in will be the last item out of my stack، والعكس لا last in راح يكون first out from my stack. يعني هذا description بسيط لهذا data structure، راح ننطلق نتعرف عليه إن شاء الله يعني بهذا الشابتر. الشابتر راح يكون سريع كثير لأنه معظم الأوبريشنز راح تكون بتعرفها من وين؟ من الأري ليست من اللينكد ليست. الكونتينر اللي راح نستخدمه لحتى نحتفظ فيه بالداتا هو عبارة عن أري ليست أور لينكد ليست. زي ما احنا شايفين بالفيجر الموجود أمامنا، يعني different objects could be stacked. Last in object will be first out from the stack.
الستاك بالنسبة لنا هلأ ستاك اوف داتا رح يكون هو عبارة عن لستة of homogeneous elements، رح يكون لهم نفس التايب هذول الاليمنت الموجودين عندي، بالإضافة لبعض الأوبريشنز اللي أنا ممكن أنفذهم على هدول الإليمنت. I can add some item, I can delete one of these items الموجودين within my stack. مثلا ممكن أعمل access بس أشوف الايتم من الستاك، وللأسف ما عندي قدرة غير إني أعمل access على التوب item of the stack. زي ما حكينا لو في عندك كونتينر في مجموعة كتب، أنت إذا عملت check على الايتمز فقط راح تشوف الستاك الكتاب عفوا الموجود on top of the stack. بعض الاوبريشنز اذا رح بالنسبه لان الستاك هو ليستد ايتمز لهم نفس الداتا نفس النوع، رح ننفذ عليهم مجموعه اوبريشنز زي ما تعاملنا مع الاري ليست ومع اللينكد ليست. الاليمنت الموجودين في البوتوم اوف ذا ستاك هم عباره عن ايش؟ عن الايتمز اللي قضوا اللونجست تايم ان ذا ستاك. اللونجست تايم لانه هم ايش اللي في البوتوم، يعني هو الفيرست ان على الستاك. لاحظ مصطلح البوتوم والتوب اوف ذا ستاك. Okay, the top element of the stack هو last item added to the stack. هذا ال structure حكينا it could be described as last in first out data structure نظرا لطبيعة ال operations اللي أنا ممكن أنفذها عليه. فال stack هو عبارة عن data structure in which the elements added and removed from only one end. I may describe the procedure of stacking بهذا الشكل. إذا أنا بدي أضيف information على stack it will be added from this end اللي هو top of the stack. لاحظ المصطلحات top of the stack bottom والtop، تمام؟ هدول هم. ما بدي تحكي لي أول الستاك وآخر الستاك، ما بدي تحكي لي اللي على اليمين واليسار. descriptions الفاليد مع الستاك top والbottom of the stack. فلاحظ إذا أنا بدي أضيف information على stack let's say I may يعني إني أرسمه بهاي الطريقة، مثلا بدي أضيف information A it will be added from the top of the stack كونها هي ال first in على stack فراح تكون at the stack bottom. next مثلا I will add another information let's say أنا بدي أضيف ال B فراح أعمل عملية ال addition from the stack top. عملت stacking لل B راح تكون ال B on the top of ال A and so on. مثلا stacking لل C. هلا عملية الإزاحة من الستاك كمان ما عندي خيار أعمل إزاحة، يعني delete لأيتم ورح نسميها هذا الأوبريشن البوب. بدي أعمل إزاحة من الستاك ما عندي إمكانية غير أنا أعمل أكسس عمين على الستاك توب. هلا لو بدي أشوف إيش الأيتم اللي موجود إنه ستاك توب رح يكون السي، لحتى أشوف اللي بعده I have to remove السي من الستاك. لاحظ عملية الريموفينج كمان from the same end اللي هو مين؟ الستاك توب. لاحظ عملية الانسيرشن عملية الديليشن كانت تستخدم الستاك توب. ف يعني هذا بيفسر الديسكربشن الموجود عندي. عملية الاديشن والريموفينج على الستاك هي تستخدم وان اند تو اد اند ريموف ايتمز، تمام؟ هاي بالنسبة للمصطلحات وآلية التعامل مع الستاك. فإذا عملت له ريموفينج راح تروح السي من الستاك. هلا كمان ريموف مين اللي راح تروح؟ البي. I have to إني أنا يعني أخضع لهذه القوانين في التعامل مع الأيتيمز اللي تم الاحتفاظ فيهم بداخل الستاك. تفضلي. ما بدك تعملي ريموف، فبالتالي إيش المطلوب؟ بدك الـ A وبدكيش تحذفي. You can't. ما بتقدري. طبيعة الستاكينج أنت عندك أكسس فقط على الستاك توب. يعني إذا بعد ما ضفت الـ A والـ B والـ C بتقدري فقط تعمل بروسيجر معين راح نسميه الستاك توب. هذا البروسيجر بس بيعطيكي قراءه السي. لو بدك قراءه الاذر ايتمز يو كانت. هلا بالمناسبه للتذكير انا حكيت لك هذا الكونتينر اللي انا مجازا هون رسمته على شكل كاسه اللي 1 اند اتفقنا عليه برمجيا ايش راح يكون؟ اما اري او لينكد ليست. هلا اكيد على الاري انت بتقدر تعمل اكسس على الايتمز راندوملي كمان باستخدام الاندكس، وعلى اللينكد ليست تعملي كمان اكسس سيكونشال باستخدام بوينترات، لكن راح الستاك يمنعك. هلا قدره برمجيه موجوده لكن كلوجيك ستاك ممنوع، تمام؟ ممنوع. انا راح اقيد في ايتمز معينه في داتا معينه راح تشوفوها لما ناخذ تطبيقات الستاك. لما انا بحتفظ فيها بالستاك هذا بتناسب طبيعه الاكسس عليها، ما بصير الداتا اعمل اكسس عليها راندوملي مثلا باستخدام الانديسيز كونها في الري ليست، او اعمل ريموفنج زي ما بدي. لاحظت بالري ليست كان في عندي اوبريشن اسمها ريموف ات، انت بتشيلي من اي مكان بدك اياه وبكلفني شفتك. هلا بالستاك ممنوع.
يو كان كاري، لكن انت نظرتك لهذه الاري اللي راح تستخدميها او اللينكد ليست راح تستخدمي نظرتك لها ستاك، فراح تلتزمي بقوانين الستاك. تمام، هذا بيفسر الكلمتين اللي حكيت لك اياهم بدايه المحاضره. راح يكون التشابتر سريع، راح تتعامل مع الاري ليست، لكن مش كل الاوبريشنز اللي بالاري ليست. من هلا بتقدر تحكي لي الريموف ات اللي موجود في الاري ليست بقدر استخدمه كستاك؟ لانه بشيل على كيفه من اي بوزيشن، والستاك بقيدني اشيل من وين؟ من التوب، فبالتالي ما راح يناسبني. انسرت فيرست ما راح يناسبني لانه في قيود على طبيعته كستاك. احنا ما عم نحكي عن القدره البرمجيه، حطها على جنب. بدك تنسى انها اري، بدك تنسى انها لينكد ليست، يو كان برمجيا بدك تتعامل مع قوانين الستاك. تمام، تفضلي. قصدك الداتا ليش ايه بعدين بي؟ الاكسس مثلا لهم، قراءتك لهم من اليوزر، قراءتك من فايل، يعني شو انا بعطيك اياهم هلا. انت كستاك ديفلوبر يو دونت كير، يعني الانبوت راح يجي بسيكونس معين بترتيب معين حسب طبيعه البروبلم، لكن بدك انت عمليه الادش اللي لهم بتحافظ على الترتيب المطلوب منهم. مثلا في بروبلمز بتعمل ماتشنج للبارنثيسيز، راح تقرا اي اكسبريشن ليفت تو رايت لانه هيك بنقرا ليفت تو رايت. مثلا فانكشن كول، الكولينج انفايرمنت بالاول بعدين مثلا البروسيجر اللي رحت له حسب طبيعه البروبلم. تمام، اوكي. الستاك اوبريشنز اللي راح نكتبهم بعد ما تعرفنا على طبيعه الستاك كستراكشر، راح يكونوا مثلا عندي عمليه اديشن على الايتمز للستاك، وزي ما اتفقنا هذه الاوبريشن راح تكون فروم وان اند، هي والريموفينج فروم ستاك. جست عندي وان اند انا بقدر اتعامل مع الداتا فيه بالستاك ستراكشر. عمليه الاديشن على الستاك بنسميها البوش تو ستاك، عمليه الريموفينج فروم الستاك اسمها البوبينج، الريموفينج البوب فروم ذا ستاك. فلما بنحكي بوش كانها اد تو ستاك، وبوب يعني ريموف فروم ذا ستاك. اذا بدك تعمل ريتريفينج لانفو من الستاك بدون ما تعدل عليه لا اضافه ولا حذفا، هذه الاوبريشن بنسميها التوب اوف ستاك. ليه بنسميها التوب؟ لانه انا ما بقدر اعمل اكسس غير على التوب ايتم، فبالتالي هذه الاوبريشن اسمها التوب اوبريشن. جاست راح تجيب لي القراءه اللي هي اون ستاك توب. هذول البيسك اوبريشنز، زائد مثلا اوبريشنز هل ستاك فول، هل ستاك امتي، بالذات لما بيكون عندي اري بيست ستاك مبني على اري، فاد كود بي فول ستاك بلحظه من اللحظات، كونستراكترات وديستراكترات وعمليه انيشاليزيشن للستاك. في اي سؤال عن الكونسبت عن الفكره؟ في اي استفسار؟ طيب راح نبلش خطوتنا الاولى بهذول السكس بيسك اوبريشنز، بوش بوب توب اوبريشن والانيشاليزيشن والعمليات الاز امتي ويز الفول دبل تشيكينج زائد الكونستراكترات. راح نبلش بنائهم على الري ستاك، لكن قبل ما نحكي كود خلينا بس نوثق آلية تصرف كل واحدة من هذه الأوبريشنز مع الستاك. Let's say I have empty stack. طبعا راح نشتغل هذا الشغل على الري ستاك وعلى لينكد ستاك. الستاك از امتي، فبالتالي لو أنا بتعامل مع الري ستاك راح تكون الري ايش مالها؟ امتي الري، ما فيهاش ولا عنصر. I have to add some items into my stack. The order of adding the items كان اولا push لل A. push لل A معناها ايش؟ adding ال A. كونها ال first element فراح تكون on stack top. لاحظ ال state لل stack بعد ما نفذت اول push operation. next عملت push B. ال B will be inserted on the top of ال A. مين ال item الوحيد اللي انا شايفه بال stack هلا؟ التوب اوف ستاك اللي هي البي. اخر ايتم صار له بوش لحد الان كونه ما في ريموف، ما في بوبينج فروم ذا ستاك. الاوبريشن اللي بعدها بوش للسي. بوش للسي كمان بنفس التكنيك، بتستخدم نفس الان تو اد ايتمز اون ذا توب اوف بريفيوس وان، فبالتالي الايتم الوحيد اللي انا بقدر اعمل عليه اكسس من خلال التوب اوبريشن هو السي. لما بحكي لك الايتم الوحيد اللي بقدر عليه اكسس كاني بسالك عن برمجه التوب فانكشن اللي هو الايتم اون ستاك توب سي. هلا بيك at the bottom at the top of the element، مين التوب اوف ذا ستاك؟ سي. بوش دي راح تصير دي هي التوب اوف ذا ستاك. بوب، لاحظ البوب اوبريشن معناها ازاحه من الستاك. انا ما بقدر اعطي لا مكان يعمل حذف منه ولا ايتم يعمل له حذف، انا مقيد فقط بقدر اعمل حذف من وين؟ من الستاك توب. بقدرش احكي له بوب بالبي، مش على كيفي، ولا بوب بالاول او الثاني، بس عندي إمكانية أعمل popping from the stack top. فبالتالي لاحظ ال pop operation بس تطلب pop ومعروف مين هو العنصر اللي حيصير له popping اللي هو من on the stack top. تمام؟ طب برأيكم لو أنا في عندي مجموعة items بداخل الستاك بدي أطبعهم كلهم،
ايش الاجراء ما عم بحكي عن تفاصيل برمجيه، ايش اجراءك تعاملا مع هذا الستاك اذا بدك تطبع كل العناصر اللي فيه؟ انا عملت بطبع التوب وبعمل كيف بدك تطبعه؟ بقدر اجيبه بالتوب اوبريشن، كلامك سليم. بسوي له ريموف بطبع، بعدين بوب، بعدين بطبع اللي بعده بوب، بطبع اللي بعده. هلا كل ما بعمل بوب مين بصير توب؟ الايتم اللي بالضبط اللي هو قبله بيسبق. تفضل. هاي في حال كنت لسه ما ضفت القيم، لو كانت لستيت لانهم خلص صاروا بداخل الستاك. I have to pop all the items، لاحظ كيف لحتى اطبعهم. لاحظ الاكسس قديش restricted على هاي الداتا، الاكسس عليها مقيد بترتيب معين. طيب سؤال، لو انا ضفتهم A B C لما بدي استخدم procedure زمين، اذكرني باسمك مجد. لما بدي استخدم procedure مجد كيف رح ينطبعوا؟ سي بي اي، فلاحظ الاكسس عليهم رح يكون ايش؟ بشكل عكسي. بالعاده الستاك بيناسب الاوبريشنز اللي بدك تتعامل معها ريفرس اوردر، في كثير اشياء بدها تمشي بالعكس او تعمل ماتشنج بالعكس او تعكس سترينج او تعكس لينكد ليست او وات ايفر. بيناسب الستاك اوبريشنز الريفرسنج او الاكسس بطريقه ريفرس على مجموعه انفورميشن او ايتمز معينه. لاحظ الريستريكشنز، طبعا لحتى اطبعهم خسرتهم، بس انت هي رح يكون ايش ماله الستاك؟ امتي، صار امتي ستاك. طيب التفاصيل البرمجية، طيب السلام. البيسك اوبريشنز رح تكون initialization is empty is full push pop top، هذول هم الستكس بيسك اوبريشنز مع اي ستاك. لحتى نقدر نبني هذول الاوبريشنز بدي شكل الاوبجكت اللي رح يمثل الستاك، شكل الاوبجكت اللي رح يمثل الستاك. هذا الاوبجكت ممكن يكون array، ممكن يكون لينكد ليست، فراح يختلف الامبلمنتيشن. لاحظ هذول الاوبريشنز السته راح اضيفهم سواء كنت بعمل الري ستاك او لينكد ستاك. لكن الجزء الاول زي ما انتم شايفين باليوم الدياجرام اللي هو ايش بيعطيني؟ الفيلدز او بيعطيني الداتا ممبرز للكلاس ستاك، مش معطيك اياهم لانهم بيست على تركيبه هذا الستاك، راح يكون على الري او على لينكد ستاك. مبدئيا اذا انا بدي اخذ امبلمنتيشن له كاري او بيست على الري، أسمع منكم اقتراحاتكم. أنا بدي أبني ستاك باستخدام array، كيف رح أتعامل مع هذه الarray اللي رح تمثل لي ستاك؟ هلأ رح أعمل creation لإلها، كونه array فبالتالي رح يكون في إلها size، حتى رح يكون dynamic array، لكن بعد إنشاء constructor لإلها رح تكون أخذت size لحالها. هذه الarray أنشأناها later on. الـ operations كيف رح يتعاملوا مع هذه الarray؟ مثلا برأيك الـ is empty كيف بدها تعرف هي array بس أنا شايفها ستاك؟ كيف راح تعرف انه الستاك امتي؟ في كاونت، راح نستخدم كاونت. مثلا is full الكاونت مع الماكس سايز، لاحظوا الis empty والis full بالضبط زي الاري ليست، هيك اشتغلناهم بالاري ليست. طيب عمليه البوش، طب الانيشاليزيشن، بلاش البوش، خلينا نحكي عن الابسط. الانيشاليزيشن انا بدي ارجع الستاك للانيشال ستيت كانه فاضي، تعملي popping للايتيمز. طيب مقبول جوابك، راح ارجع اسالكم كمان مره عن الانشاليزيشن، اعطتني جواب منطقي صحيح لكن في ابسط منه. لا الصفر له معنى، النل مش بوينترات، اللينث زيرو صحيح زي ما عملنا مع الاري ليست، بس جوابها منطقي كثير هي تعاملت معاه كستاك، عجبني الجواب مع ان الكوست له عالي وما راح نستخدمه. نعم ما مش دايناميك، الايتيمز مش دايناميك. ديليت للاري كامله، ليش؟ ليش تاخذ هذا الكوست؟ انا بدي اياها الاري، ليش تعملها ديليت ترجع تنشئها عشان اخلص من اللي فيها؟ خليه. طيب هلا نيجي للمحرزات، البوش بدي اضيف على الستاك، رايكم؟ راح اورجيك اياها، هلا راح اعطيك اياه، بس انا الاري بدي اتعامل معها كستاك وبدي اعمل اديشن بوش انسيرشن يعني على الستاك. هلا بالاري ليست اخذنا ديفرنت سيناريوز من الانسرشنز، اخذنا انسرت فيرست واخذنا انسرت لاست واخذنا انسرت ات، مزبوط. وشو كمان سيناريوز انسرشن؟ مثلا انسرت افتر قيمه معينه، في كثير سيناريوز. برايك اي منها بتناسب طبيعه الستاك؟ انسرت اند، انسرت لاست، صحيح كلامكم منطقي. انا ما عندي امكانيه اعمل انسرت وين ما بدي، انا فقط بضيف على نهايه الاري، وبالنسبه لي اخر عنصر في الاري هو راح يمثل top of the stack. طب operation delete، اخذنا delete item و delete at و delete first و delete last، مين بيناسبه الستاك؟ delete last، هي one end للستاك، ما دام ضفت end
فبالتالي راح تعمل ريموف اند، راح يبطل نفس فانكشن الانسيرت لاست، راح اجيبه احطه عندي بس راح اسميه بوش. نفس فانكشن الريموف لاست راح اجيبه واحطه عندي بس راح اسميه بوب. ممتاز، وصلنا عندنا التوب توب اوبريشن، تعطيني الايتم اللي اون ستاك توب. ايش راح يكون الامبلمنتيشن اللي له؟ نعم يا اخر عنصر هذا انا ما بدي احذفه ولا بدي اضيف بعده، بدي ارجع الليست اوف الاندكس. هذا الاندكس مين راح ياشر لي عليه؟ انا كل ما بضيف لازم اعدل على اندكس اللي هو مين كنا راح نستخدم له الرسم على الكاونت. راح اجيب الكاونت زي ما هو راح يشتغل مع الكاونت، كل ما بضيف عنصر راح اعدل على الكاونت، والكاونت راح يكون اندكس لمكان الانسيرشن اللي هو للبوش اوبريشن. عمليه البوبينج اكتشوالي ايش راح تكون؟ كيف عملنا ريموف لاست؟ بتختصر واحد من الاندكس صحيح. طيب الانيشاليزيشن كيف كانت بالاري ليست؟ رجع الكاونت زيرو، تجاهل كل القيم الموجوده. فجواب زميلتنا حكت اعمل بوب، ايش كان راح يصير؟ بكل بوب اوبريشن كان الكاونت راح ينقص واحد 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 لما يرجع صفر. احنا لحتى نخفف عنا هذه الكوست من البدايه حكينا انه الكاونت ايكوال زيرو. سلامتك، هيكو برمجتوا الستاك، خلص خلصت الكلاس، مش اشي اكثر من هيك ابدا. لاحظ شو بصير بالاري لما انا بتجاهل العدد الايتيمز، بحكي انه الكاونت عندي زيرو، ايش كان راح يصير؟ بيكونوا موجودين في الذاكره بس الستاك مش ماخذ. اكيد هي نفس الاري، نفس الطبيعه، نفس اللغه، انا شغال موجودين بس الستاك بالنسبه له ما عندهش اشي. والدليل لو سالته از امتي ايش راح يعطيك؟ ترو. ولو عملت بوش راح يعمل اوفر رايت لاول واحده، فبالتالي انا تجاهلتهم كستاك. انسى الستيت بالذاكره ايش هي، وما في اوبريشن من السته هذول راح تشوفهم، لا الاز فول ولا الاز امتي ولا التوب. احكي له توب راح يحكي لك الستاك امتي، ما في قيمه رجع لك اياها. والبوش راح تضيف مكان اول قيمه، والبوب راح يحكي لك امتي ما في بوبينج، فبالتالي ولا واحده فيهم شايفيتهم. انا كستاك مش شايفهم هذول القيم الموجودين عندي. طيب بس للتذكير هيك على جزئيات البرمجيه، اموركم تمام، جاوبتوني على الاوبريشنز كلهم صح 100%. هلا بس جزئيه الكاونت هذا اللي احنا حكينا عنه راح نسميه بدل كاونت راح نسميه الستاك توب. نفس شغل الكاونت، الستاك توب انيشيالي بالكونستراكتر ايش راح تكون قيمته؟ صفر. هو بيعد عدد الايتمز الموجودين within my stack وبستخدمه كاندكس للبوش اوبريشن. في عليهم خلاف هذول الجزئيتين؟ بالضبط زي تعريف الكاونت بالاري ليست. تمام. طيب هلا بعض النوتس بحكي لك التوب هذا الستاك توب راح يكون زيرو when the stack is empty، اما بالكونستراكتر او بعد ما اعمل initialization او بعد ما تكون البوب اوبريشنز خلته empty، فراح تكون قيمته صفر to indicate انه there is no items within my stack. تمام. اي واحد. اثنين، الستاك توب راح يكون نون زيرو if there is items within my stack. اذا في عندي لو item واحد فقيمته راح تكون نون زيرو، والقيمه الموجوده فيه ايش بتمثل؟ هل بتمثل اندكس اخر عنصر نضاف على stack يعني الستاك توب item؟ لا، هي بتمثل length وindex للانسيرشن. طيب التوب اوبريشن ايش بدها تسترجع؟ اخر عنصر نضاف على ستاك، من وين اجيب الاندكس له؟ توب ستاك توب ناقص واحد، هو بيعطيني الاندكس للمكان الفاضي، وكانه مجازا احنا بنحكي المكان الفاضي. فاذا بدي اخر عنصر هو قبله بواحد، قبله بواحد. فالتوب اليمنت موجود بالاندكس ستاك توب ماينس واحد. اوكي طبعا هذا تفسيره ليش ماينس واحد، لانه سي بلس بلس بتبلش البوزيشننج على او الانديسيز على الاري من زيرو، وبناء على ذلك انا صرت بقدر ابني هذا الاوبجكت. انا بدي ستاك بيست على الاري انفذ عليه مجموعه الاوبريشنز. هلا ايش الداتا ممبرز بهذه الكلاس؟ ماشي هي راح تكون تمبلت كلاس، بس الداتا ممبرز احنا اتفقنا انها هي اري ليست. بدي الري انشاناها دايناميكلي، فبالتالي ايش راح تكون؟ باينتر من نوع الاري، هي تمبلت تايب راح تكون. هاي واحد. اثنين الماكس سايز لحتى اعمل كرييشن لإلها، والستاك توب اللي هو نفس الكاونت، هيهم ماكسيمم سايز والبوينتر اللي راح ليتر اون في الكونستراكتر يعمل لي كرييشن للاري، والستاك توب اللي راح يتحرك تتغير قيمته اثناء الاوبريشنز البوش والبوب وغيرهم.
في اي سؤال عن تركيبه الكلاس؟ يلا اوفرلودنج للاساينمنت اوبريتر راح يكون كوبي بيست، شغله عن اللي عملناه مع الاري ليست. انيشاليزيشن كوبي بيست، از امتي كوبي بيست، از فول كوبي بيست عن الاري ليست، البوش كوبي بيست عن الانسرت لاست، التوب كوبي بيست عن الريتريف لاست، البوب كوبي بيست عن الريموف لاست فروم الاري ليست، وكوبي نفس الاليه راح تكون كوبي بيست، وهذول كونستراكترات اثنين كوبي ودي وديفولت كونستراكتر وديستراكتر وسلامتك. فالكلاس اكشوالي هي جزء من الاري ليست، جزء من الاري ليست، مش كل الاوبريشنز لانهم مش كلهم فاليد. هذول الاقترانات اللي انتم قبل شوي اعطيتوني اياهم، لاحظ هيك شكل الاوبجكت. فانا هون لما بالمين بحكي له عرف لي اوبجكت من نوع ستاك بسايز 10، الكونستراكتر شو راح يعمل؟ الكونستراكتر راح يعمل كرييشن لاوبجكت، ايش الممبرز اللي فيه؟ ماكس سايز وستاك توب وليست بوينتر، هي الاوبجكت. يعملهم انيشاليزيشن، ايش الانيشاليزيشن لهدول الثلاثه ممبرز؟ الماكس سايز من وين يجيب له قيمه؟ بارامتر، هاي بارامتر قيمته باي ديفولت 20، واذا مررت له قيمه بياخذها. فهون اعطى الماكس سايز القيمه اللي انا مررتها للكونستراكتر. طيب الستاك توب ايش راح تكون قيمته؟ اوبجكت جديد ما عندي ولا اليمنت فراح تكون زيرو. طب والليست بوينتر ايش بده يعمل؟ كرييشن للاري، هاي الستاك توب زيرو والبوينتر بده ينشئ الاري. طيب الاز امتي اوبريشن بتشيك على مين؟ على الستاك توب اذا لساته صفر او صار صفر بعد عمليات البوبينج او الانشاليزيشن. والاز فول بتقارن التوب مع الماكس سايز. انشاليزيشن الستاك توب بترجعه زيرو، بتتجاهل كل القيم. البوش طبعا اذا هي مش فول، لاحظ يعني رح تفشل عمليه الانسرشن او البوشنج اذا كانت فول، اذروايز رح يضيف على الاندكس. هذا اللي بيهمني، الاندكس مين هو؟ الكرنت فاليو للستاك توب. بعد الاضافه يزيد على الستاك توب بمقدار واحد. والبوب رح يعمل مينيمايزيشن للاندكس، يتجاهل اخر قيمه. بيحكي الستاك توب عندي ماينس ماينس، فبالتالي عدد العناصر صار بالنسبة له أقل بواحد. ما عم بعمل بوبينج لقيمة معينة أو لإندكس معين، أنا ما عندي خيار غير أعمل بوب لآخر واحد. والتوب وين الايتم؟ سألتكم جاوبتوني قبل شوي، إذا هي مش إمتي راح يرجع لي من الليست العنصر اللي وين موجود، الستاك توب ناقص واحد. هذا آخر عنصر موجود عندي بداخل الستاك. والديستركتر بيعمل ديليت للأري، سلامتك. هذا هو الكلاس array based stack. لاحظ الستيت لإله، هيك discussion تكرار لكل اللي حكيناه، رح نكرره بس. هذا object الستيت لإله بناء على الرسم الموجود عندي، عنده array فيها 100 عنصر، فبالتالي الماكس سايز كم رح يكون؟ 100. في عندي الاكتوال ايتمز، لاحظ الستاك elements موجودين بالانديسيز من 0 لـ 3، لاحظ كيف تعاملت مع الاري. شفتها كستاك، بلشت من الاندكس 0 اضيف عناصر بشكل متتالي لحتى تعمل ريبريزنتيشن للستاك. فالستاك توب كم قيمته بناء على ذلك؟ كم راح تكون؟ 4 عناصر. والليست بوينتر بيأشر على الاري. هلا اذا انا طلبت انيشاليزيشن للستاك، هذا الستاك اللي احنا ورجيناكم اياه بالفيجر، اذا طلبت له الانيشاليزيشن بروسيجر ببساطه ايش راح يعمل؟ راح يرجع الستاك توب من 4 لـ 0. فلاحظ بالنسبه لي هذول كانوا الستاك اليمنتس، وهذا الانيوزد سبيس بالستاك. بعد الانيشاليزيشن بروسيجر صار كله unused stack. اي نعم العناصر في الذاكره، لكن الستاك توب بيحكي لي انا ما عندي ولا عنصر. نيكست بوش راح تستخدم الاندكس 0. تمام، هذه الاز امتي بتعمل دبل تشيك على الستاك توب اذا قيمته 0 از فول مع الماكس سايز. مثلا البوش اوبريشن، نفرض الستيت اللي موجوده عندنا هون على اليسار، الستيت للستاك فيه 4 عناصر أيهم الموجودين عندي، فبالتالي راح يكونوا بالانديسيز من 0 لـ 3. هذا هو الستاك اليمنت والجزء الانيوزد ستاك من اندكس 4 لـ 99. اذا انا بدي انفذ بوش اوبريشن، بدي اعمل بوشنج للواي، سمبل الابديتس ايش راح تكون؟ يلا ذكروني فيهم. بدي اعمل بوش للواي، هلا هي العناصر اللي كانوا اكتشوالي في الستاك، راح تنضاف الواي على انو اندكس؟ على الستاك توب، راح تنضاف على الاندكس 4. هيها انضافت بالاندكس 4، هاي 1 2
الستاك توب راح تبطل 4، ايش راح تصير؟ 5. اضافة على الاندكس القيمة الحالية للستاك توب، ابديت على الستاك توب. هذا البودي له if it's not full، ضيف على القيمة الحالية للستاك توب كاندكس وزيد عليه 1. التوب اوبريشن اذا الستاك از نوت امتي، بتروح بتجيب اللي من الليست الاندكس ستاك توب ناقص 1. البوب اوبريشن، لاحظ الستاك توب 4، معناه انا عندي 4 عناصر بالاندسيز من 0 ل 3. بعد تنفيذ البوب اوبريشن الستاك اليمنتس راح يبطلوا الاربعة، راح يصيروا كم؟ 3. اكتشوالي ككودينج راح يصير بس تعديل على قيمة الستاك توب، راح يبطل 4 راح يصير 3. الدي موجودة لكنه متجاهلها كستاك، وكأنها صارت popped from the stack. إذا not empty اعمل decrement للستاك توب. أوكي، هذا الكونستراكتر بياخد سايز كبارامتر، إذا هو valid size بيستخدمه، إذا invalid بيعطيه by default 100 عنصر. الستاك رح يكون حجمه 100 والتوب 0، والليست بوينتر بينشئ مصفوفة لحتى يستخدمها كستاك. الديستركتر ديليت للأري. الكوبي ستاك هو كوبي بيست عن كود الكوبي أري ليست. لاحظ كيف آلية الكوبينج على ستاك، رح أنسى إنه ستاك ورح أعمل كوبي على الأري زي ما عملنا كوبي على الأري ليست. تمام، ركزوا منيح بآلية الحركة بالكوبي ستاك. أنا بهذا المكان كونه الاقتران member function، فراح اتحرك بلوب على الاري وانسخ من اري الاوبجكت اللي بدي ياخذ كوبي للي بده يعطي. يعني انا عندي بمثالي اس 2 بدها تعطي اس 1، يعني بما معنى اس 1 في الدرايفر كود استدعت الكوبي ستاك وطلبت كوبي من اس 2. وفي معظم الكلاسز ايش عملنا بالكوبي فانكشن؟ خبيناه برايفت لمين؟ يعني بقدرش انا بالمين احط هذه الجمله، خبيناها برايفت لمين؟ مين استفاد منه؟ الكوبي كونستراكتر والاسايمنت اوبريتر. وريفر انا بدي افترض انه في البابليك انترفيس، مش قضيتي. هلا في عندي ستاك رح يعطي قيمته لاذر 1، مين الكولر؟ مين الذس؟ بمثالي اس 1. مين اللي رح يعطي مين الاذر؟ اس 2. فراح يكون في تو ريفرنسز على الاس 2، راح ياشر عليه هذا الاقتران بالاذر، طبعا هو اذر ستاك، وهنا راح ياشر عليه بالذس بوينتر، هنا بياشر عليه ببوينتر، هنا بريفرنس. تمام، بروسيجر الكوبي، لاحظ هلا انا بدي انسخ للذس اوبجكت بغض النظر مين راح يكون، هو 1 أو 2 أو 10. هذا الذس اوبجكت بده يعمل ديليت للاري اللي عنده، لانه بدي ياخذ ستيت جديده، بدي ياخذ ستاك جديد. فاولا راح تبلش بديليت للاري اللي بيأشر عليها الليست بوينتر لمين؟ لانه اوبجكت للذس اوبجكت. لو ما كانت للذس اوبجكت كان حكيت اذر دوت ليست، بس انا هون عندي اياه الذس، فبالتالي راح تعمل ديليت للاري. هاي واحد. اثنين، بنسخ الاذر ممبرز، مين الممبرز اللي عندي؟ الماكس سايز والستاك توب. لاحظ الاذر ستاك راح يعطي قيمه الماكس سايز والستاك توب اللي عنده للذس اوبجكت. فبناء على ذلك لاحظ مين الاذر؟ اس 2. الماكس سايز عنده 10 راح يعطيها للذس، فبالتالي راح تبطل 20 راح تصير كم؟ 10. وزي هالستاك توب راح يعطي 3 للذس اوبجكت، راح تبطل 5 راح تصير 3، عم يعطي كوبي من حاله. اوكي، هاي الاجراء الثاني. الاجراء الثالث تجهيز الستاك الاري لحتى امشي بعمليه الديب كوبي، فبالتالي الليست بوينتر بالذس اوبجكت راح تعمل نيو اري بالماكس سايز الجديد. هي انشأ الاري بمثالنا راح تكون بسايز 10. الخطوه الاخيره امشي بلوب على الايتمز اللي هم من صفر لوين؟ للستاك توب، 3 ايتمز، تاخذ من الاذر لسته للذس اوبجكت ليست. هذا الكود كوبي بيست عن الكوبي اري ليست. لاحظ انا اشتغلت معاك اري، حطيت بوينترات على الري وتحركت نسختهم عنصر عنصر، كوني ممبر بصير اتحرك عليهم. تمام، لو كنت نون ممبر، جايين احنا جزئيه النون ممبر بتهمنا، لو كنت نون ممبر بقدر اوصل على الري عشان احط عليها بوينت لوب واتحرك وانسخ؟ ما بقدر. فجهز حالك تعمل كوبي ستاك كنون ممبر فانكشن. على اي اوبريشن تشتغلها ممبر لازم مباشره تجرب تشتغلها نون ممبر فانكشن.
اوكي ما عندي الاكسس على كل برايفت ممبرز اللي عندي، لا الماكس سايز ولا الستاك توب ولا الليست، فكيف الاجراء راح يكون؟ بدك تفكر بهذه التفاصيل. طيب هذا الكوبي كونستراكتر. الكوبي كونستراكتر ببساطه في اوبجكت جديد جاست كرييتد، راح يرجع الليست عنده بوينتر قيمته نال، لانه ما بيكون انيشاليزد اصلا. ليه بدي اياها انا نال؟ ليه بدي اياها نال؟ لحتى نعمل دبل تشيك في الكوبي اوبريشن اذا هو يعني فاضي او لا. فبعد هيك بستدعي له الكوبي ستاك لحتى ينسخ من البارامتر للاوبجكت الجديد. الاساينمنت اوبريتر نفس الكلام، بتشيك اذا انا ما عم بستد من اوبجكت لنفسه عشان ما تتدمر الاري، بروح بستدعي الكوبي ستاك وبرجع ستار ذس، وصارت معروفه لان هذه التفاصيل ايش معناها، مظبوط اللي في الكوبي كونستراكتر. الاف والستار ذس بتوقع مفهومين، علقنا عليهم يعني بتو كلاسز على الاقل. بتجيب الكلاس اللي كتبتها بتحطها هون بهيدر فايل والدايركتيف لحتى ما يصير ريديفينيشن لهذه الكلاس اذا عملت انكلود اكثر من مره، وبتشتغل الاوبريشنز. نحكي عن البيج او لالهم. ايش رايكم بالبيج او للاوبريشنز؟ يعني الانشلايزيشن كم البيج او لالها؟ انشلايزيشن ايش تعمل؟ التوب ايكوال زيرو، فبالتالي البيج او واحد، از امتي از فول واحد، بوش واحد ما فيها شيفتنج، والاندكس موجود وين؟ بالستاك توب. والبوب واحد، وشو ضل عندنا؟ انيشاليز ما في. فمعظم الاوبريشنز اللي مع الستاك راح تكون الكومبلكسيتي لهم كونستانت تايم. الاز امتي از فول، انيشاليزيشن سمبلي بترجع التوب لواحد، الكونستراكتر الديفولت واحد، التوب بوش بوب اوبريشنز كلهم واحدات، ما في شيفتنج. انا عملت انسيرت وريموف اند، ما في شيفتنج. لكن اوبريشن الكوبي ستاك في لوب بيمشي على كل العناصر، فالكوست له كم؟ ان. وكل الاذر اوبريشنز اللي بتستعين بالكوبي ستاك كمان الكوست لها ان، اللي هم الكوبي كونستراكتر والاساينمنت اوبريتر. الدستراكتر ببساطه راح يعمل ديليت للاري، فالكوست له واحد. لاحظ التعامل مع الستاك بالعاده ما بيكون اكسبنسيف، معظم الاوبريشنز كونستانت تايم. تمام؟ في اي سؤال لحد الان؟ في اي استفسار عن الستاك؟ خلصنا من الكلاس كديفلوبرز لإلها الستاك، وفهمنا ايش هم السكس بيسك اوبريشنز اللي مع الستاك. بدنا نروح هلا للدرايفر كود. هذا الدرايفر كود عنده ستاك اوبجكت وبده ينفذ مجموعه اوبريشنز عليه. الكود موجود امامنا بالمين، عملت كرييشن لستاك اوبجكت، طبعا شكل الاوبجكت بالذاكره جاست كرييتد، فبالتالي راح يكون امتي ستاك. الستاك توب كم قيمته؟ صفر. هاي واحد. اثنين، نفذت بعض البوش اوبريشنز، يلا ساعدوني بوش للتسعة، نوت فول، فبالتالي التسعة will be inserted على اي اندكس؟ نفس الستاك توب، فراح تنضاف على الزيرو. تمام؟ والستاك توب ايش بصير لها؟ increment. كمان بوش سهلة، العشرة بتاخذ الاندكس من الستاك توب واحد وبتنضاف بهذا الاندكس. بعد هيك البوش تعمل increment، هاي اثنين. And so on. Push operation باخذ الاندex من الستاك توب على اثنين، بضيف الاربعة. Increment ثلاث. كمان push على الاندex الموجود في الستاك توب يعني على ثلاث، راح اضيف الثمانية. وincrement صار اربعة. هلا لاحظ الاوبريشن اللي بعدها pop. Operation pop simply ايش تتعمل؟ decrement للستاك توب، فالستاك توب راح يصفي ثلاث. هذا البوب ببساطة، والأوبجكت في الذاكرة الستيت له زي ما هي ظاهرة قدامك. هلا بدنا ننفذ كمان بوش، لكن في اكسبريشن. هذا الاكسبريشن بده يستدعي الستاك توب. مين بذكرنا الستاك توب بجيب الاندكس من وين؟ بده الايتم اللي اون توب اوف ذا ستاك، من وين يجيب الاندكس؟ ستاك توب ماينس 1. الستاك توب حاليا كم قيمته؟ 3. ماينس 1 2، يعني بيروح على اندكس 2. فعلا احنا الثمانيه تجاهلناها قبل شوي، عملنا لها بوبينج، فراح يجيب الاربعه ويجمعها مع الاثنين، يعطيني الجواب 6 تو بي بوشت على الستاك. يلا 6 بوش، من وين اجيب لها الاندكس؟ البوش ستاك توب زي ما هي، يعني الاندكس 3 روح ضيف السته، لاحظ صار لها اوفر رايت. بوش 3 طبعا وانكريمنت لازم يصير 4. بوش الثلاث بجيب الاندكس من الستاك توب 4، هاي 3 وانكريمنت له. هلا الستيت للستاك توب كم؟ 5. اوكي
Given this stack بالستيت الموجودة أمامك بدي منك تنفذ هذه المهمة print the stack elements بدي أطبعهم كلهم. إحنا أوريدي عملنا discussion سريع عليها بداية المحاضرة. يلا أسمع اقتراحاتكم. بدي أطبع هدول elements اللي push to the stack. تفضل. بوبسي اوت بوبسي اوت يعني لوب تمام. راح اسالك اللوب كيف بده ينتهي، ايش الكونديشن تو ستوب ذا لوب. بداخل اللوب ايش راح يصير؟ سي اوت لشو؟ برايفت برايفت برايفت، ما عندي اكسس لا على الاري ولا ستاك توب والماكس. انا بس بحكي له بوش لحاله بداخل الاقتران بوش، لانه ممبر في الكلاس بيقدر يعدل على الستاك توب، بيقدر يعدل على الاري، لانه الاقتران بوش ممبر في الكلاس. اما انا هوم درايفر كود بقدرش. ايش اسمك؟ دانا. اها بدي اجيب العنصر عشان ينطبع. دانا شو اعمل؟ بدي العنصر، بقدر احكي ليست اوف ستاك توب ماينس 1 function top. فراح لما بعطيك درايفر كود انا بخادمك، انا مريحك. تنسى طبيعه الستاك امبلمنتد على اري على لينكد ليست، كيف راح يضيف كيف راح يعدل، انا ما لي دخل. لما بكون بدرايفر كود كانها لعبه، انا بعطيك بوش بوب توب، بحكي لك يلا رتبهم يحلوا المشكله بس. هلا الابديتس على على الاوبجكت نفسه هو مسؤول عنها، الاقتران بوش او بوب او توب ما لك فيهم. فاولا راح نستدعي الاقتران توب. الاقتران توب راح يجيب لي بالمره الاولى ايش راح يعطيني؟ الثلاث سي اوت، ممتاز. بعدين بوب، راحت الثلاث. كمان مره التوب شو راح يعطيني؟ ستة بوب، أربعة بوب، عشرة بوب، تسعة. لما الستاك ايش ماله؟ امتي. لا ما بقدر اوصل للستاك توب برايفت، بس عندي الاز امتي بتساعدني. كلامكم مزبوط. شوف شو عملنا، طالما الاوبجكت الستاك از نوت امتي، انا ببساطه استدعيت التوب اوبريشن الموجوده عندي. طبعا مش هذا الكود، خلينا نكتبه سوا اللي انتم نقلتوني اياه. طالما نوت، يلا بدي اسم الستاك اسمه اوبجكت دوت از امتي، طردوا الكول اكتملت. اوكي طالما هو نون امتي فبالتالي راح اعمل سي اوت. من وين القيمه اللي انا بدي اعملها سي اوت؟ بجيبها من التوب اوبريشن اوبجكت دوت توب، هذا فاليو ريتيرنينج فانكشن بيرجع لي التوب اليمنت. ممتاز. بس الستاك لسه ما تعدل. لو بدي استمر على هذا اللوب راح يكون انفينيت لوب، راح يضل يطبع لي الثلاث انفينيتلي. لازم اتخلص من العنصر اللي اون ستاك توب، فبالتالي ببساطه بحكي اوبجكت دوت بوب، بشيل الثلاث، بعدين بيجيب الستة بتنطبع وهكذا. أدينا المهمة المطلوبة. في إشكالية بالكود اللي هي طبعا، بس شو صار بالعناصر؟ راحوا خسرناهم، وطبعنا بالعكس. بس مسامحينك باتجاه الطباعة، بس العناصر وين راحوا؟ ملاحظتك جميلة، يعني هو طبعهم بالعكس. هلا لو كنت مشرط عليك أطبعهم مش توب بوتوم، بوتوم توب. لاحظ كلمة بالعكس بدك تعطيني اتجاه. فاحنا اتفقنا من بداية المحاضرة لما بدك تحكي لي عن أطراف الستاك أو اتجاه الحركة بالستاك استخدم لي توب بوتوم أو بوتوم توب، عشان كلنا نكون فاهمين على بعض. تحكي ليش بداية نهاية، بعرفش انت شو قصدك، وين البداية وين النهاية، تمام؟ فطبعناهم توب بوتوم. لو كنت طالب منك تطبعهم بوتوم توب، شو بدك تعمل؟ واحد اثنين، الخسارة الأكبر وين راحت الانفورميشن اللي كانت عندي؟ راحت. يلا حلوها، حلها 101 صار، خلصنا من الداتا ستراكشر، صرنا بدنا نشتغل خوارزميات 101 على الري، باخذهم مع الري غيره. طيب هلا ستاك عشان اطبعه راح كل شيء فيه، خسرتهم. بدي اطبعه ويظلوا فيه، بس اخذ سيرفيس عليه طباعه. فالستيت له بعد الطباعه لازم تكون زي ما كانت قبل الطباعه. هذا المعنى. افكار كل واحد عنده فكرته، يمكن تعطوني 10 افكار صح هلا غيرهم. تفضل اسمك. احمد. اه احمد. اوبجكت ايش؟ ايش اوبجكت ايش؟ ستاك ثاني يعني قصدك؟ اه بده ستاك ثاني احمد، تمام؟ تعمل كوبي ستاك، حلو. شو بصيروا الاثنين بنفس الستيت، تمام؟ كمل. اللي انا عرفته هلا بشكل مؤقت هو اللي بفضيه، والاصلي بيضل على ما هو عليه، فكره صح. غيره.
تفضل ذكرني باسمك. ابراهيم. بنفع واحنا بنعمل خش نعمل رسيات عشان؟ لا هلا انا بعطيك ستيت لستاك جاهز، مش بالضروره تلتزم خلال البوش من البدايه. لو بدك من البوش في البدايه كان طبع الثمانيه اللي راحت وانا بدي اشياء تنطبع خلال الاوبريشنز، انا بدي بلحظه من اللحظات بعد ما صار ابديت على الليست اطبعها او على الستاك. فكره هي انك تستغل البوش، ف يعني بس بتناسبنيش 100%. تفضلي اسمك. لا اللي ورا. ريم. اها اها متى بدك تطبعي؟ متى بدك تطبعي؟ ريم اللي انا فهمته عليها لحد الان بدها تجيب ستاك ثاني. هلا تاخذي من الستاك الاول التوب سي اوت. لاحظوا فكره ريم، التوب سي اوت، بعدين صبرك علي سي اوت، بعد هيك بوش على الستاك. الفكره اللي احنا كلنا متفقين عليها انه هالايتمز اللي احنا عملنا لهم بوبينج بدنا نخبيهم على جنب، لاني انا بدي اياهم. لشو بدي اياهم؟ ترجعهم للستاك الاصلي. هلا ما عندك خيار عشان تشوفهم كلهم الا انك تفضيه، هو نفسه لازم يفضى، بس انا بدي العناصر اللي فيه ترجع بالستيت الاصليه. فخلينا نكمل على فكره ريم، بس قبل ما تروح الفكره بدها تاخذ العنصر الاول تطبعه وتخبيه بستاك، الثاني تطبعه وتخبيه بستاك، الثالث وهكذا. هلا ريم ابدت المهمه انها هي طبعت العناصر توب بوتوم، والعناصر في نسخه منهم وين؟ بستاك. أي كيف راح تكون الستيت لهم؟ معكوسة، يعني أنا لما أخذت المين عندي التوب ثلاث راح تروح وين؟ بوتوم على الستاك الثاني، والستة راح تكون فوقها، وآخر شيء عندي التسعة راح تكون وين؟ توب بالستاك التمبرري، راح يكونوا معكوسين، كلامكم صح 100%. طب الحل بدي أرجعهم طبعت، بدي أرجعهم، كيف بدي أرجعهم؟ تفضلي، شو اسمك؟ داليا. بدي تجاوبيني عن سؤالي بالاول بعدين اسالك عن فكرتك. هلا صاروا بالتمبرري ستاك بشكل عكسي وطبعت زي ما طبع مين اللي نقلني الكود قبل شوي، طبعهم بس كان عنده مشكله انه فضل ستاك. هلا زميلتنا بنص مشكلتها، طبعت والعناصر ما راحوا مخبيين، شو اعمل انا عشان ارجعهم؟ كملي فكرتك ريم. رجعتي لفكره احمد كوبي. هلا بالستيت اللي انا فيها الستاكي فاضي، واحد عندي العناصر معكوسه، ذكرني باسمك. محمد. محمد ترجع بلوب على التمبرري ستاك تقرا فرام، طبعا ما عندي خيار غير فرام توب بوش. طب ايش الستيت لهم بعد ما ارجعهم؟ نفس المكان قبل. راح يكون هلا لاحظ كيف الاجراء سليم 100%، هيك صار الايتمز بستاك نقلتهم بلوب على ستاك ثاني، مرحليا بالتمبرري ستاك كانوا باي ستيت؟ ريفيرس، معكوسين. هلا اللي كانت عندي توب الايتم راح يصير وين؟ بوتوم. يعني اللي كان هون فيرست لاست ان صار عندي وين هون؟ فيرست ان. طب لما ارجع ارجعهم على الستاك الاصلي ايش راح يصير لهم؟ راح يرجعوا بالترتيب الاصلي. فهذه كونسبت مهمه بدي اياها تكون واضحه عندك. انا متحجج بالبريندنج، هو عباره عن اكزامبل، انا بدي تفهم هذه الاليه تحريك الايتمز من الستاك، راح تضطر لها كثير تحريك الايتمز من الستاك. دائما بدك تفضي عشان تعطي اي اوبريشن لما تكون نون ممبر. قبل شوي الكوبي كوني ممبر سهله، حطيت لوب على الاري، بس برا الكلاس ممنوع، ما عندي غير بوش وبوب وتوب. فاي اوبريشن بطلبها منك على عناصر الستاك انت مضطر تفرغه. لما تفرغه بدك توديه على ستراكشر على جنب بحيث ليتر اون ترجعهم. اول ستراكشر تعلمناه انه نوديهم على ستاك ثاني، هي واحد، هي لب الفكره. اثنين تفاصيل الفكره، هلا لما كانوا بالتمبرري ستاك كانوا بستيت معكوسه، لما برجعهم على الستاك الاصلي للاوريجينال ستيت رح يرجعوا للوضع الطبيعي لهم. اذا تحريك الايتمز من ستاك على ستاك بشكل تمبرري رح يكونوا بالعكس، ولما ترجعهم كمان على ستاك رح يصيروا بالشكل الاوريجينال لهم. في اي سؤال عن هذه الفكره؟ اكتسبتها هاي المهاره؟ صارت في بالك؟ اي سؤال بمر عليك بده هيك عكس مؤقت وترجيع شو بتعمل؟ بتقرا على ستاك وبترجع. تمام؟ تفضلي. ما حكينا له صح 100%، فكرة ثانية. وهلا داليا بدها تعطيني فكرة ثالثة. داليا بدها تجيب اريه، بدهاش تجيب ستاك، بدها تاخذ العناصر من الستاك وتضيفهم على الاريه. بدي اسألك كيف بدك تضيفيهم؟ لا ما انت قلتي لي اريه.
عرفتي الري. بصير بصير داليا كملي بس، بدك تضيفي لاست يعني ورا بعض. تمام، فبالتالي التوب صار وين؟ في بداية الاري، والبوتوم في نهاية الاري. كيف بدك ترجعيهم من الاري؟ كيف بدك تحركي على الاري عشان ترجعي؟ تقدريش ما تصيبيش الستاك، اجباري. ما دام انا برا الكلاس، ما دام انا درايفر كود كلاينت كود، مجبر. كيف بدك تشوفي العنصر الاول والثاني واللي تحته واللي تحته، يعني فروم توب بوتوم؟ مجبر افرغهم، يا هي الفكره. انا مجبر. هلا اتفقنا على هاي الفكره، بدي ارحلهم على ستراكشر ثاني. ستراكشر ثاني ات كود بي اري، ات كود بي لينكد ليست، ات كود بي ستاك. لحد الان كمان شوي استاخذ كيو، ممكن تقولي تاخذهم مع كيو، هذه ما بمنعها. اهم شيء تكون مسيطر على حركتهم وعارف الستيت لهم كيف صاروا بهذا الستراكشر اللي انت اخترته، ولما نترجعهم كيف بدك ترجعهم. بدي اكمل لك فكرتك. لو اخذتيهم من الستاك على الاري وبلشتي بانسيرت اند، يعني كنت تضيفي على الاري وهو ما في انسيرت اند، تضيفي على الاندكس بشكل متتالي، فبالتالي لما بدك ترجعيهم على الستاك راح تتحركي باكورد على الاري لحتى تحافظي على الستيت الاصلي كمان. صح، ما في مشكله. في اي سؤال، في اي فكره اضافيه كنتك تحكي؟ اتوقع فكرتك انطرحت. ما تكمل، بدي يعمل كوبي كونستركتر قبل البوب بعد البوب. صرحت عن جزئيه مهمه، كيف بدك تعمل كوبي كونستركتر؟ ستاك جديد، هيك مقبول كلامه. ما بقدر اكسبليسيتلي اعمل كول للكوبي كونستركتر. مع ستاك جديد، هاي هي الفكره اللي احنا استخدمناها. تفضل. كمان مره. ليش؟ الستاك معمول عشان ما يكون عندي اكسس على ايتم قبل اوصل احتاج. طيب كمل. طيب ماشي، انا عندي اكسس على كل ايتمز بدي اعمل اكسس سيكونشال. انا لما عملت اكسس عليهم فرغتهم، انا التزمت بالسيكونشال اوردر اللي انت بتحكي عنه، جبرني. فكرتك تفكيرك يعني جميل بالترند الصحيح، انه انت عم تحكي لعاد ليش انا اساسا حطيتهم بالستاك، وكانك تسال حالك ليش حطيتهم بالستاك. تعال شوف الستاك اوبريشنز او الابلكيشنز للستاك راح نستخدم الاخر، بس لاحظ انا بآلية تفريغهم واعادتهم التزمت بهذا الاوردر اللي انت بتحكي عنه، ظل محمي، ما عملت له فايوليشن خلال الحركه. الها استفاده كثير لما ناخذ جزء الابلكيشنز، راح يصير الستاك تعامل معه ممتع. طيب شوف الكود الموجود امامك، هي واحده من الافكار اللي انتم طرحتوها. أنشأنا temporary stack، لكن هذا temporary stack مش باستخدام الكوبي كونستركتر. لو كان باستخدام الكوبي كونستركتر صارت فكرتك زي فكرة أحمد اللي هو اعمل كوبي ستاك، تمام؟ نفس الأوبريشن، وفضي واحد اللي أنت بتكشيه وخلي الثاني. هلا أنا استخدمت التكنيك اللي ناقشناها قبل شوي، عرفت temporary stack، قرأت العناصر من هذا temporary stack، عفوا من الأوريجينال stack للتمبرري وان، بس خليني شوي هيك احط نوتس بتهمني. لاحظ بهمني هلا من هذا الكود تسيطر برمجيا على تحريك العناصر من ستاك لستاك. ماشي، فكره يعني انا بعمل لك هايلايت لفكره راح تستخدمها يمكن 10 مرات ب 10 اسئله ب 10 اوبريشنز. خلي الفكره تصير يعني بالنسبه لك كلير لحتى تستفيد منها ليتر اون. هلا انا الستاك اللي بقرا منه اسمه اوبجكت، واللي بقرا له اسمه تمبرري. فلاحظ في ثلاث جمل مهمات لتفريغ الستاك الاصلي. طالما الستاك از نوت امتي، هذا ستوب كونديشن، باخذ العناصر فروم ستاك توب، ما عندي خيار، عنصر عنصر، تمام. بعد هيك بروح بعمل بوب من الاوريجينال ستاك لحتى اتخلص من هذا العنصر واشوف اللي بعده. شايف الثلاث بوكسات هذول بيوصلوني على كل عناصر الستاك، بيوصلوني على كل عناصر الستاك. باخذ التوب وبوب لإله، توب وبوب لإله. هلا ايش اعمل فيه؟ هاي بتختلف من سؤال لسؤال. قبل شوي لاحظ نفسهم، هاي هم واحدة ثنتين ثلاث. قبل شوي حكينا نعمل له سي اوت، بهذا المثال بقول لا بحتفظ فيه بأذر ستاك. هذا الإجراء اللي رح يختلف حسب طبيعة شغلك. زميلتنا رح تعمل نفس اللوب عشان تودي على الري، كمان شوي يمكن حد يجي يوديهم على كيو، لكن الأكسس على العناصر هيو بالثلاث بوكسات الخضر، تمام؟ فرغنا، لكن احتفظنا بنسخه منهم من وين؟ ب temporary stack. طيب خلينا نعمل ريليز للنوتس بس نكمل شرحنا. بناء على ذلك راح يصير creation لاوبجكت جديد هي اسمه temporary، على الديفولت فاليو راح يكون سايزه 100. بعد تنفيذ اللوب لاحظ كيف راح يجيب التوب ثلاث بوش والبي بوش بهذا المكان. طبعا الستاك توب كان صفر، بعد البوش كم بصير؟
واحد هنا الستاك توب كم قيمته؟ صفر واحد اثنين ثلاث أربعة، كنا عاملين تريس بس راح، فبالتالي كم قيمة الستاك توب؟ خمسة. احنا حكينا عدد العناصر خمسة. هلا أخذنا لاحظ هل الأوبجكت إمتي؟ لا، خمسة مش صفر. خذ التوب، التوب مين هو رح يكون؟ الثلاث، رح يرجع لي الثلاث. اعملها بوش على التمبرري، البوش بتكون قيمة الستاك توب، الستاك توب صفر، فعمل بوش للثلاث على الاندكس صفر. البوش اوبريشن بتعمل انكريمنت، هيها صارت واحد. بوب، البوب ايش تعمل؟ ديكريمنت. أربعة. يلا نيكست اتريشن، هل الاوبجكت امتي؟ لا، لسه عداده ما صار صفر. اعطيني الاوبجكت اون توب، اون توب وين بجيبه؟ الستاك توب ناقص واحد، يعني بالاندكس ثلاث، هيها ستة. جيب الستة وبوش. التوب ما بتعدل، لسه ما تعدل على الاوبجكت الاصلي، التوب ما بتعدل، البوش بتعدل والبوب، البوش والبوب. هلا البوش ايش راح تعمل؟ راح تضيف على القيمة الحالية للستاك توب اللي هي واحد، راح تضيف الستة. بعد هيك انكريمنت كم قيمته؟ اثنين. بوب تعمل تعديل على العداد ثلاث. لسه مش امتي، كمان مرة روح على الاندكس ثلاث ناقص واحد اثنين اللي هي مين؟ الأربعة. بوش وابديت ثلاث. بوب اثنين نون امتي، القيمة اون ستاك توب يعني بالاندكس اثنين ناقص واحد واحد اللي هي مين؟ العشرة. بوش ابديت، هاي صار أربعة، لاحظ العشرة انضافت بالاندكس ثلاث. ابديت بوب واحد، هلا واحد امتي؟ لا، جيب التوب اللي هي واحد ناقص واحد صفر بالاندكس صفر، اعملها بوش، هاي تسعة، وزيد على الستاك توب خمسة. بوب صفر. نيكست اتريشن، هل الاوبجكت امتي؟ ترو، لانه الستاك توب لإله صارت قيمته صفر، فبالتالي راح يتوقف اللوب بالستيت الموجودة امامنا. الستاك توب راح يكون صفر، والستاك الثاني راح يكون اخذ القيم بشكل معكوس. لاحظوا كيف كانت الثلاث توب، هلا راح تصير بوتم. في اي سؤال عن هذه الحركه، نقل القيم من ستاك لستاك؟ تمام. هلا كانت فكره زميلتنا نخديهم على ستاك. لما كنت بطبع بهذا اللوب، اذا حطيت جمله السي اوت بهذا اللوب راح ينطبعوا ايش؟ حسب عمليه تفريغهم توب بوتم. لاحظ بمثالي انا ما طبعتهم لاني جاي على بالي اطبعهم بوتم توب، وانا برجع فيهم من الستاك الثاني. لاحظ الفكره بلشت تتكرر من ستاك على ستاك، ثلاث جمل لحتى اتحكم باللوب. يلا الستاك اللي بدي اقرا منه هالمره مين صار؟ التمبرري اللي اخذ القيم، والاكسس على القيم منه من خلال الستاك توب اوبريشن. كيف بدي اشوف اشيل القيمه اللي انا تصرفت فيها؟ بوب اوبريشن، نفس الثلاث جمل. هلا الاجراء اختلف عندي هون، الاجراء كان شغلتين. اولا رجع نسخه من هذا التوب ايتم على الاوبجكت الاصلي، على الستاك الاصلي، واطبع واحده نفس التوب اطبعها قبل ما تشيلها بالبوب، يعني قبل ما تروح بالبوب راح يروح نسخه منها على الاوريجينال ستاك ونسخه تنطبع. نجرب نعمل تريس، هل هذا الستاك توب قيمته كم حكينا صارت؟ خمسة، وهذا زيرو. الشغل على مين؟ على التمبرري، هل هو امتي؟ لا، جيب التوب اللي بالاندكس، خمسة ناقص واحد يعني أربعة اللي هي التسعة. التسعة بدي أعمل فيها شغلتين، أولا بوش على الأوبجكت الأصلي، البوش بتعدل، ثانيا نطبعها، انطبعت التسعة، ثم بوب. بوب بتروح اكشوالي بس ديكريمنت أربعة. هل هو امتي؟ لا، جيب التوب، التوب اللي بالاندكس ثلاث، العشرة. بوش على الستاك الاصلي الاوبجكت الاول، البوش على قيمة الستاك توب الحالية اللي هي بالاندكس واحد راح تنضاف، العشرة. واطبعها ثم بوب، بوب ديكريمنت، هلا العداد ثلاث، لاحظ صفر واحد اثنين، فبالتالي نكس اتريشن لما اجيب التوب هي ثلاث ناقص واحد الاندكس اثنين، الاندكس اثنين ايش فيه؟ أربعة. الأربعة راح يصير لها بوش على الأوبجكت الأصلي، طبعاً نسينا نعمل إنكريمنت إحنا المرة السابقة، بوش على الإندكس اثنين، هاي الأربعة، وإنكريمنت لحتى يصير ثلاث، ثم بوب، وهكذا البوب ديكريمنت بتصير اثنين. راح تستمر الحركة ستة وتنطبع، الأربعة نسينا نطبعها، ستة وتنطبع وبوب، ثم ثلاث واطبع
وبوب بعد هيك راح ينتهي له. لاحظ باللوب الثاني لما انا وظفت جملة السي اوت طبعت العناصر from bottom to top 9 10 4 الاكسس عليهم صرت وانا برجع فيهم راح يرجعوا bottom to top، والاوبجكت الاصلي او الستاك الاصلي رجع للستيت اللي كان عليها. في اي سؤال على هذا المثال؟ تفضل. بس نستخدم كوبي ستاك مثلا، كوبي ستاك بيكون اللي بالباراميتر فانكشن. لهيك نستخدم مثلا هون الكوبي ستاك، مش الاوبجكت الاول مش حيحذف منه شيء، ماشي انه جوا الفانكشن ممكن يحذف، بس انه بالمين حيضل اسمه هو. تمام. فانه ليش يعني بالاخر نقدر نختصر. انت زعلان ليش اشتغلنا هيك مع انه في طريقه اسهل؟ هيك فهمت من كلامه، بس بدي اورجيك كيف تتعامل تنقل قيم من ستاك لستاك، لانه مش دائما الكوبي ستاك بيخدمني. مثلا لو حكيت لك شيل لي الايفن فاليوز من الستاك، شو بتعمل؟ بينفعك الكوبي ستاك؟ لازم تفضيه وترجعهم، لانه عمليه الاعاده مش اوريجينال كوبي. لو حكيت لك اعكس لي كل تو ايتمز بالستاك، انا بدي اعلمك تفرغ على ستاك وترجع. To do something. مثالي كان طباعة بس. Okay, that's enough. خلينا نوقف عشان ناخذ الكويز. هذا delete number 4 لكم هدية. ماشي؟ درسوا. يلا. جماعة الأونلاين يعطيكم العافية، خليكم معنا بس ناخذ لسة الحضور والغياب. شباب اللي هون إذا سمحتوا اعملوا يعني على الأقل مقعد فراغ بينكم وget ready للكويز.